كويس ان انتوا بقى بعد البريك نركز شويه عشان الام ار بقى. نعدي بس كم فترة احنا زي ما قلنا في الصبح ان احنا طول عمرنا بنستخدم الماموجرافي في السكريننج اللي هو بنسميه الديتكشن، وهو فعلا يعني لغاية دلوقتي هو الموداليتي اللي فعلا فاليديتد في الـ في الـ في السكريننج، لانه احنا بنصور والصوره موجوده وبنقدر نقارن الناحيتين ببعض. المايكرو كلاسيفيكيشنز مش هشوفها كويس يعني في كديتكشن الا في الماموجرافي، ففي ميزات كتيره تخليه هو ده هو فعلا اونلي فاليديتد تول للسكريننج خلاص. وكنا دايما زي ما قلنا الصبح برضو ان احنا بنزود عليه الالترا ساوند علشان يزود الدايجنوستيك كابابيليتي، يعني في حالات كتيره انا شايفه ليجن حتى مش قادره افرق ده سوليد ولا سيستك، نقعد عشان حاسه ان انا في ديستراكشن بقى يعني بالماموجرافي انا قدرت اقول في ابنورماليتي او اشاور اقول في حاجه هنا، بس مش قادره اقول الحاجه اللي انا شايفاها دي سوليد ولا سيستك ولا ايه الباتن بتاعها بالظبط. لكن بالالترا ساوند بيساعدنا ويخلينا ندايجنوز يعني بمور كونفيدنس. يعني اول ما الام ار دخل كانوا فاكرين ان هو هيبقى فور دايجنوزز، ويمكن اغلبيه الناس بصل الام ار ده ان هو حلل المشاكل، ما عرفتش حل المشكله بالماموجرافي، والالترا ساوند حلها بالايه بالام ار، لغايه زي ما قلت لكم ان هو بقى بيستخدم كمان الام ار في السكريننج في السكريننج كمان. العينين فاكرين ما قعدنا نقسم الناس لهاي ريسك ومودريت ريسك ونورمال بوبوليشن، الهاي ريسك انديفيدجوالز دول قالوا ان احنا من سن 35 سنه هيبتدوا الماموجرافي ومع مش بدل، عشان في ناس كتيره فاهمه ان انا اعمل الام ار بدل الماموجرافي، لا هو مش بدله، مع الماموجرافي هعمل الام ار. طب ايه الفكره في كده؟ لقوا ان العيانين اللي هم الهاي ريسك دول اكتر ناس بيبقى عندهم دانس بريست. اللي هيمتحن بكره يكتب اسمه بس ايه عدوها كده من سكات الورقه خلاص، او خلوها بقى اكتبوا في الريست عشان حاسه انها هتخليكم ما تركزوش. العينين اللي عندهم زي ما قلت لكم هاي ريسك اللي هم بيبقى عندهم جين ميوتيشن او كده، او بيبقى عندهم تندنسي ان البريست بتاعهم يبقى دنس، ومش دنس بس دنس وهيتروجينس، فاجي اعمل الماموجرافي حتى الالترا ساوند بيبقى مش مريح. يعني احنا عرفنا في بدايه محاضره الالترا ساوند لما يبقى عندي تيشوز كتيره جنب بعضها ممكن تعمل لي شادوينج وتعمل مش عارف تضيع المعالم اللي تخليني اعرف اشخص بثقه، وده اللي بيحصل فعلا عند العين اللي هم هيتروجينس ودانس بريست. تيجي حتى الالترا ساوند بتبقي ساعات تشتغلي وانت مش حاسه ان انت لا انا مش واثقه في اللي انا بقوله، مش قادره ابقى صاد. فقالوا ان السكريننج بالام ار ده من سن 35 للعينين اللي هم ايه هاي ريسك. فايه المين انديكيشنز بتاعت الام ار؟ زي ما قلنا كديتكشن موداليتي هو انديكيتد في السكريننج اوف هاي ريسك انديفيدجوالز. امال كدايجنوستيك بقى لا منين ما الاقي ان انا ما عندي انكونكلوزيف سونوماموجرافي فايندنجز؟ الملجا اللي بعديه على طول ان انا بلجا ان انا اعمل ايه ام ار، او ان انا عايزه اعمل بري اوبريتيف ستيجنج. يعني كتير قوي انا احنا نشوف ليجن واحد بالماموجرافي وبالالترا ساوند نعمل الام ار الاقي ليجن مثلا واحد بس بدل ما انا قايساه 2 سم لا ده 7 8 سم خلاص، او بدل ما الاقي انه ليجن واحد الاقيه كذا ليجن، وبتحصل كتير ان احنا بنشوف اكستنشن اب ليجن جنب السكن وعايز مش متاكده هو ماسك في السكن ولا لا، ممكن كلينيكلي الاقيه اساس، وممكن انا بالام ار اقول له ده انفيدنج السكن ولا لا، ليجن ديب جنب البكتورال ماسل مش متاكده ده، لان انتوا عارفين الالترا ساوند عشان الواحد العينه بتبقى نايمه على ظهرها فدايما الليجن بيبقى كانه الديب ليجنز كانها انفيدنج البكتور، وما بعرفش هي فعلا انفيدنج البكتور ولا لا الا لما اعمل ام ار واتاكد فعلا هل في فعلا انفيجن للبكتور المصل مثلا ولا لا. لما الاقي عينه عندها ميتاستاسيس اوف انون اوريجين، مشكله دايما بتقابلنا وبتقابلنا كتير، انا لسه جايه لي عينه دخلت عملت امبارح دخلت عملت عمليه وقالوا شالوا لها 2 ليجنز طلعوا فايبر ادينومس خلاص، بس الجراح كان جنب الليجن في انترا ماماري لينف نودز، فواحده منهم طلعت معاه وهو بيشيل الفايبر ادينوما، جم يحللوا الليجنز اللي هو شالهم فايبر ادينوما والليمف نود طلعت انها مالجنت، وعادوا الباثولوجي يعني بصوا تاني على الفايبر ادينوما وتاكدوا انها فايبر ادينوما، فجابوها لي العينه لسه عامله العمليه بقى لها 10 ايام. احنا نظريا كانوا زمان بيقولوا لنا ما تعملوش بعد العمليات الا بعد العمليات بست شهور،
بس فعلا بس مؤخرا قالوا لا لو ايرلي بوست اوبرتيف اعمله، لان بالعكس مكان الليجن اللي احنا شايلينه بيبقى فيه اوبرتيف بات سيروما نفخه الاوبرتيف بات، فبقدر اشوف لو في اي ريزيدوال ماس او كده. لقيت عندها اتنين كارسينومس حاجات قد الفسافيس كده جنب الاوبرتيف بات يعني، وما كانتش باينه بالسونار. المنظر الفايبرو ادينومز اللي عندها كان مخبي على المالجنت ليجنز اللي عندها. فساعات فعلا بنلاقي عيني عندهم ميتاستاسيس في حته، واجي اعمل سونار وماموجرافي ما الاقيش حاجه، لكن اجي اعمل الام ار والاقي فعلا عندها ايه. للمونيتورنج بتاع الكيموثيرابي اللي احنا لما بنيجي ندي لعينينا النيو ادجيفنت كيموثيرابي، ده النيو ادجيفنت زي ما قلت لكم له مزايا كتير. اللي هما زي ان هو ممكن يصغر حجم الليجن فيقدر العينه تعمل كونزرفاتيف، حتى لو هي زي ما قلت لكم انديكيتد انها تعمل ماستكتومي، بيخلي العمليه مور اوبربل بالنسبه للجراح، يقدر يقفل الجلد براحته لو الجلد كان ايديمتس هيروح او كده. ومن ناحيه تانية هو بيقول لك ده كاني بعمل للعينه ان فيفو تيست. يعني ايه؟ انا بقى لو شلت الماس واديت كيموثيرابي خلاص مش هعرف الكيموثيرابي ده بيأثر ولا لا، ما عنديش انديكيتر يقول لي. انما لو اديت النيو ادجيفنت كيموثيرابي والعيان والماس لسه موجوده، هقدر اشوف ده الليجن ده كان حجمه 5 سم وبعد السكند سايكل ده بقى حجمه 2 سم وكده. بنفولو اب الكيموثيرابي احسن وسيله بحاجه فيها كونترست. ليه؟ لان ساعات التومر يموت ويفضل سايب شادو مكانه كده، بنسميها تومر جوست. فاجي اقول له لا ده ولا بالسونار، اقول له دي كانت 5 سم وزي هي ما هي، بقت 4.5 ولا 5 سم زي ما هي. نيجي بقى نعمل الام ار نلاقي التيومر اللي كانت واخده كونترست كتير قوي دي ما بقاش فيها كونفال، في ان ده هو ده التيومر صحيح شكله حجمه زي ما هو، بس التيشو اللي فيه بقت ايه ده خلاص. وفي البوست اوبرتيف بريست كتير قوي بنشوف العينين اللي عندهم سكارين جامد في الاوبريتيف باد وكده، وبعدين نشوف ليجنز وما بقاش عارفه ده ريكارنس ولا مش ريكارنس ولا يعني ولا ده ريزيدوال ولا ايه، ما بقاش عارفه. الام ار بيساعدنا ان احنا نقول الاوبريتيف باد ده هيلثي ولا ان هيلث خلاص. واخر حاجه في البريست امبلانتس لو ربنا يسر في ديها محاضره لوحدها، البريست امبلانتس لو ربنا سهل ان شاء الله اديها لكم، مش عارفه يعني ان شاء الله ربنا يسهل، مش عارفه ناخد ايه ولا ايه. انتوا هنا عندكم الامبلانتس كتير ولا مش قوي؟ الناس بتركب امبلانتس كتير في الفتره اللي فاتت مش كده؟ خلاص. في الكونترست في الام ار بقى احنا لما بنيجي نعمل اسسمنت لاي ليجن بنشوفها بنبص على حاجتين، حاجه منهم اللي هي انا بعمل اسسمنت للمورفولوجي، والحاجه الثانيه ان انا بقى بشوف فانكشنال انفورميشن. الام ار بيساعدني ان انا يديني فانكشنال انفورميشن. اغلبيه الفانكشنال انفورميشن دي بتيجي من حقن الصبغه، بس ممكن تيجي من وسائل ثانيه من غير صبغه زي الديفيوجن وزي السبكتروسكوبي وكده. في المورفولوجي اسسمنت زي ما قلنا ديسكريبتورز نوصف بيها الليجنز اللي هو الليكسيكن بتاع الماموجرافي والالتراساوند، حطوا كمان ليكسيكن خاص بالام ار برضو لما اوصف الليجن في الام ار هوصفها ازاي. وفي زي ما قلت لكم الفانكشنال انفورميشن بقى كده اللي هي ان انا يا اما بقيس الكايناماتيك كيرف اللي هو الليجن اخذت صبغه شكلها ازاي، ما تسيبوا النبي تأييد الامتحان ده بعد ما اخلص خلاص. وممكن اعمل عينه سبكتروسكوبي، ممكن اعمل ديفيو، ده بكل الحاجات دي بتوريني بتديني فانكشنال يعني السيلز دي فايبل ولا مش فايبل او كده، بعرفها بالايه بالوسائل دي. والبالديسكريبتورز والفانكشنال انفورميشن لما احط المعلومات اللي انا هجيبها عن الليجن اقدر بعد كده افرق بين البيناين والايه والمالجن. هناخد كده يعني هنت صغير عن التكنيك، لانه التكنيك الام ار من الحاجات اللي لو التكنيك ما اتعملش صح يبقى ملوش لازمه، يعني ما اعرفش اشخص منه خالص خلاص. مبدئيا اسوأ حاجه في الام ار هي نومه العيان. اولا نايمه العيانه، انتوا بتخلين الناس بتخش في جوه جهاز الام ار وهي نايمه على ظهرها مستريحه وتقعد تقول لك ده انا اتخنقت ده انا مش عارفه ايه، وناس كتيره ما بتستحملش الفحص دي. انا بقى كمان مش هنايمها على ظهرها، ده انا هنايمها على وشها. والبريست كل واحد فيهم داخل في اوبننج بتاعت البريست كويل، لازم البريست يبقى هانجنج فريلي جوه الكويل. ودي حاجه من الحاجات اللي لازم تتعلمها البنت اللي بتبقى واقفه بتدخل العيانه، انها يعني بريست لو مزنوق ممكن يديني ريزلتس فولس خالص جوه الايه في الام ار. فالبريست لازم يبقى هانجنج فريلي، لا البريست الكبير بيريح ولا الصغير قوي بيريح. الصغير قوي بيتحرك والكبير قوي بيتحشر فبيبقى كده. وكتير قوي حالات ما بتنفعش تعمل لها ام ار بريست
خلاص. والبديل للام ار بريست هو الكونتراست ماموجرافي اللي احنا هنقوله كمان شويه. مش عارفه حد عندكم هنا عنده كونتراست ماموجرافي ولا لا، بس مسيره هيجي لكم، لان انا شايفه ان هو المستقبل له عن يعني ارقص واسهل للعينين كتير. وكمان هتعرفوا كمان شويه ان احنا حركه العينه دي يعني العينه ممكن لو اتحركت ملي تبوظ لنا الفحص كله، فلازم اقول لها. وبالذات ان احنا هنعرف ان احنا بنعمل حاجه اسمها سبتراكشن، اللي هي بشيل الصوره اللي قبل الصبغه من الصوره اللي بعد الصبغه. وحقنه الصبغه اكتر حاجه ممكن تخلي العينه تتحرك. لو انا ما قلتلهاش ان الصبغه دي هتبقى هتحسي بسخونيه في ايدك، هتحسي كده، فلازم تبقى عارفه او متاهبه ان لما يحصل كده ما تتحركش. هي بقى لما بيحصل كده تقلقان ان في حاجه غلط فتروح ايه متحرك. فمهم قوي ان احنا نبقى مفهمين العينه علشان ايه ما تتحركش. طبعا العينه بتخش كمان براسها طبعا بالاول، في يعني بتخش براسها مش برجليها، لان رجليها دي هتبقى هي جسمها كله بره، يبقى ما عملناش حاجه. ايديها يا اما يبقوا جنبها كده، وبعض العينين بيسرحوا اكتر ان هم يحطوا تبقى نايمه وايديها كده فوق راسها، بس على حسب بقى فتح، لان في اجهزه الفتحه بتاعتها بتبقى صغيره ما بتساعدش ان العينه تبقى فيه مساحه لايدها كمان تطلع. ده انا عندي عينين كتير جدا بيتلغوا، لان مجرد ان هم ناموا النومه دي الجانتري فيه في بعض الحتت الجانتري صغيره قوي تتحشر العين. لسه عينه اتحشرت جوه الجهاز، يعني ما خدوش بالهم دخلت وما كانوش عارفين يخرجوه، كانت مشكله يعني. يعني بصوا ده مثلا مثال ان عينه كانت improperly positioned breast منهم hanging freely جوه الكويل، والتاني كان متني، يدينا impression. ممكن حد يقولك ايه ده في ليجن هنا، ده يعني يدي impression غلط خطأ خالص في البريست. ده برضو بريست كبير، فلما دخل جوه الكويل زي ما تقولوا ايه اتطبق او كده. او شوفوا هنا برضو لو في سكين فولد عملت ايه كده. ما بقولكوا في الام ار لا الكبير قوي ولا الصغير قوي بيبقى مريح، يعني ما الاتنين. دي عينه مثلا ما كانتش ادكوت فحصل موشن ارتيفاكت منها. وساعات بيبقى عيب في الكويل على فكره، ساعات بتبقى العينه مش هي اللي اتحركت، بتبقى عيب في الكويل. قبل الكونترست بناخد ايه البالس سيكونسز؟ بناخد اكزيال تي 1 واكزيال تي 2 وبناخد ستير. وفي يعني في بعض الحتت انا عن نفسي في اي بروتوكول بشتغل بحط بقول لهم عايزه ساجيتال تي 2 كمان. انا بشخص من الاكزيال تي 2 لانه شبيه قوي بالسي سي فيو، فبيبقى قريب قوي كده. والساجيتال بيبقى قريب قوي للميديولاترال اوبليك فيو، فساعات يبقى ليجن انا مش عارفه احدد هو فوق ولا تحت ولا كده. فبنعمل لينكينج للصوره بتاعت الاكزيال مع الساجيتال، وانا بحركت مثلا ليجن موجود في البريست في الحته دي، هو هنا يعلمني ان هو عند اللاين ده مثلا، اعرف انها فوق، اعرف انها تحت او كده خلاص. فبيساعدنا في اللوكاليزيشن بتاعت الايه الليجنز. ده قبل الصبغه. بعد كده بعد ما باخد السيكونسز دي بعمل عشان اعمل الاكزيال بلينز باخد ساجيتال لوكالايزر وعليه بخطط الاكزيال بلينز. فزي ما قلت لكم تطلع لي صوره بالظبط زي السي سي فيو. وعشان اخد الاكزيال الساجيتال كاتس باخد لوكالايزر اكزيال واخطط عليه بالطول يطلع لي صوره زيها زي الايه الميديولاترال اوبلي. بعد كده بعد ما اخلص الاربع سيكونسز دول احقن بقى العينه. ولما بنيجي نحقن بنعمل ايه دايناميك. الدايناميك ده لازم يبتدي من بوينت زيرو ويمشي لغايه 8 دقائق. الزيرو ده يعني معناها باخد اول سيكونس في الدايناميك من غير صبغه، وبعدين بنحقن ونكمل لغايه 8 دقائق عشان اشوف البيهيفير بتاع الصبغه بيبقى ايه في الثمان دقائق دول. مهم جدا الزيرو. بعض الاماكن بيحقنوا وبعدين يصور، فكل الليجنز كل الليجنز الانهانسنج هتطلع كانها مش انهانسنج. ليه بقى؟ لان هو لما يجي يعمل السبتراكشن هيشيل صوره فيها صبغه من صوره فيها صبغه، يبقى راحت هتفهموا يعني نقول فكره السبتراكشن كمان شويه. يعني لو تخيلنا ان ده تي 1 بري كونترست خلاص. مش احنا لما بنيجي نحقن الصبغه بنصور برضو تي 1 ولا مش ولا بنصور تي 2؟ تي 1. فجيت بعد الصبغه حتى شويه البارينكما اللي كانوا باقيين هنا اخذوا صبغه. ما النورمال بريست بارينكما ممكن تاخد صبغه صح؟ فبقى بنظر البريست هنا. وحد يقول لي بقى لو انا عايزه في وسط ده عايزه اشوف ماس واخده صبغه اللي هي تبقى لونها ابيض في وسط الفات ده ينفع؟ عشان كده عمري ما بشوف البوست كونترست تي 1 بوست كونترست عادي كده. لازم اشوفه يا اما يكون فات سبريشن يا اما ايه سبتراكشن، وكل واحد فيهم له عيبه ومسته.
وعشان كده احنا برضو بنعمل الاثنين، ببقى عندي فات الديناميك على كل بقى جهاز على حسب المسمى بتاع الفات سبريشن بتاعه، لكن دايناميك بعمله فات سبريشن، وبعدين بعمل السبتراكشن. السبتراكشن ده بيتعمل بعد ما العينه تقوم خالص بقى، يعني مش سيكونس مثلا او كده، يعني بعمله بعد هي تقوم، واحنا بنعمل حاجه على الجهاز نعمل سبتراكشن اللي هو الزيرو ده، بشيله من كل الايه من اللي هو بعد الصبغه، فاللي يظهر لي في الصوره بس الحاجه اللي واخده صبغه. طب الفات سبريشن ده فكرته ايه؟ بيقول فكرته ان الووتر والفات موليكلز بيريزونيتوا بفريكوانسيز مختلفه قوي عن بعضهم، فيقدر ياخد الفات الريزونيشن يعني الفات موليكلز ويعمل لهم ايه سبريشن، يعني كانه بيسكت كل يعني او بيخليني ما اشوفش كل الفات اللي في البريست، فتظهر لي صوره زي كده. طب عيبه ايه ومسته ايه؟ مستو انه مش هيتاثر خالص بحركه العيانه، لانه ملوش هو يا صوره في حد ذاتها بيتصرف فيها كده. لكن عيبه ايه؟ عيبه ان كل حاجه في البريست بتنور زياده، يعني تلاقوا البرينكا ما باينه اكتر والبتاع كده، فده ساعات بيضايق في التشخيص، ساعات ابقى مش عارفه هو ده انهانسمنت ولا ده نورمال ايه برينكا ما بتاعتها. خلاص ففكرته يبقى مستو ان هو ما بتاثرش بالحركه، لكن عيبه ان كل حاجه بتنور زياده. امال السبتراكشن ده بقى فكرته ايه؟ السبتراكشن ان انا بشيل الباك جراوند سيجنال بتاعه الايمج اللي هي اغلبها متكون من فات. خلاص هي عندي لي ده البوست كونترست، وفي ليجن هنا، لو قلت لكم في ليجن هنا في وسط الفات والليجن واخد ابيض واخد صبغه مش شايفاه، صح؟ فاجيب الصوره اللي هي قبل الكونترست واشيلها من الصوره اللي بعد الكونترست، فكل الفات ده هيتشال الا الايه الليجن اللي واخد ايه صبغه. مستو ان بتطلع لي صوره ممسوحه كده خالص خالص، ما فيش فيها حاجه واخده صبغه الا قليل القليل، شويه بارينكما خفيفه قوي واخده صبغه. لكن عيبه ايه بقى؟ لو العينه اتحركت يبقى انا بعمل سبتراكشن صوره من صوره تانية خالص، بتطلع صوره كانها مش دايجنوستيك خالص. خلاص فكل واحد فيهم، عشان كده احنا بنعمل الفات سبريشن والسبتراكشن، يعني ساعات ده بيخدمني اكتر وساعات ده، يعني انا ببص على الاثنين. بس ما هي بتبقى عندك الزيرو ده، لو اخدتي الزيرو وهي اتحركت بين الزيرو وبين ما بتحقني الصبغه، مش انا بقول لك اكتر وقت بتتحرك فيه اول ما بتبتدي تحقني، خلاص؟ فعندك انت بتشيل كل اللي بعد الصبغه من الزيرو ده، لو هي اتحركت بين الزيرو والحقنه الصبغه يبقى الفحص باظ. خلاص اللي بيبوظه ايه؟ بقول لك اكتر حاجه انها وقت حقن الصبغه تقول لك ايه ده انا حاسه سخونيه فتتحرك او تتخض او كده. فهمتي يا دكتوره ولا مش فاهمين؟ لا حاسه انك مش فاهمين. ما انت بصي بتاخدي صوره من غير صبغه، خلاص، وبعدين بتصوري السيكونس اللي بالصبغه. اذا اتحركت بين الاثنين، ما احنا بنشيل دول من ده بنشيله من دول، لو اتحركت بين ده وده يبقى بنشيل حاجتين من بعض مختلفين تماما، انا لازم يكونوا فوتو كوبي من بعض عشان يطلع لي صوره كويسه. ما هو على اللي هو الزيرو ده هو اللي بيتعمل منه السبتراكشن. لا ما هو بيبقى على انت بيبقى عندك اللي بيطلع لك اللي هو الفات ساتوريشن، والسبتراكشن ده انت بتعمله بقى بعد كده في طرق طريقه على الجهاز كده بتعمل. بالظبط كده. خلاص عندي ليجن حاجات كتير في البريست نان انهانسنج، يعني وتبقى بيناين، يعني البيناين ليجنز اللي نان انهانسنج كتيره، ممكن حاجات تبقى نورمال ستراكشر زي الداكتس مثلا، ممكن السيست، البوست اوبرتيف كولكشنز، النون انهانسنج بيناين ماسس كتيره، ممكن فايبر ادينوما ما تاخدش صبغه، او حاجات سيجنال فويد جوه بتاع مركبه كليبس مش عارفه مركبه امبلانت، كل الحاجات دي ما بتاخدش صبغه. بيناين ليجنز حاجات كتيره قوي، انما المالجننت ليجنز قليل جدا منها اللي ما بياخدش صبغه، واكتر واحده معروف ان هي ساعات ما تاخدش صبغه اللي هي الدكت الكارسينوما انسايت، اللي هي كارسينوما لسه جوه الدكت وما عملتش انفيجن خالص خالص للوول بتاعه الدكت، فاللي هي بيور دي سي اي اس دي ممكن اعمل الام ار وما تاخدش صبغه، بس نسبتها يعني نقدر نقول 99 بقى في المية من المالجننت ليجنز بياخدوا صبغه، 99% منهم، وقليل من المالجننت ليجنز قلنا اللي ما بياخدش. لكن هل هم بس المالجننت ليجنز اللي بياخدوا صبغه؟ للاسف لا، في بناين ليجنز كتير ممكن تاخد صبغه، الفايبر ادينوما لو ابسس كافيتي، انفكتد سيست لو عندها ماستايتس، والبناين بريكانسرس ليجنز، حتى الفات نكروزز اللي بيجي في الاوبرتيف باد ممكن ياخد صبغه. وغير كده كمان في عندنا نورمال ستراكشرز في البريست
طبيعي انها تاخد صبغه زي النيبل زي الليمف نودز. البارينكما العاديه بتاعت البريست بتاخد ايه صبغه. فعشان الاوفرلاب بين البيناين والماليجنن ما ينفعش ان انا اقول اللي واخد صبغه يبقى سسبيشس واللي مش واخد صبغه ما يبقاش سسبيشس. عشان كده حطوا ديسكريبتورز، يبقى لما اشوف حاجه انهانسي لازم يعني يبقى عندي وسيله افرق دي بيناين ولا ماليجنن. عشان كده بقول لكم عملوا الام ار اي مورفولوجي ديسكريبتورز والكايناماتيك كيرفز عشان نحاول نفرق بين البيناين والايه والماليجنن. احنا عاده لما بنشوف فحص ام ار اكتر حاجه الواحد اللي ما بيشتغلش ام ار بيدوا له ظرف في 7-8 تفلام ياخدهم يتخض. طب انا اعمل ايه فيهم السبق ولا مين ايه ولا اعمل ايه او كده، بيبقى مش عارف يتصقب من كتر. حتى على فكره يعني الجراحين وكده والانكولوجيست وكده تديهم ماما يقعد يفتي يمسك الفيلم ويقعد يفتي فيه ومش عارفه ايه وده لا لا وممكن يناقشك فيه. تيجي لغايه الام ار هم ما بيبقاش عارف الفيلم، يعني ما يقدرش هو اللي يحكم على الفيلم، لانه الام ار بالذات بيقول لك ان بس الواحد لو مخه منظم في التفكير مش مشكله خالص. هو الواحد بيبقى خايف من الام ار بريس ده طول ما هو بعيد عنه، لكن لو بقى لينا سيستم بنفكر بيه وطريقه نشخص بيها مش بيبقى مشكله خالص زي ما الواحد بيبقى ايه متخيل. احنا عمالين نقول من الاول ان 99% من الماليجننت ليجنز بت انهانس، واحنا عارفين ان احنا ال بتاع ده هدفنا اساسا واحنا بنعمل ايميجنج للبريست مش عشان اقول للجراح ده عندها سيست ولا عندها فايبرو ادينوما ولا كده، لا عشان اقول له هي عندها مالجنسي ولا لا، صح؟ هو ده الاساس الهدف. فلو انا فكرت كده يبقى اول فيلم هطلعه وابص عليه هما البوست كونتراست سيكونسز اللي هي السبتراكشن والفات سبريشن، دول اول حاجه هبص عليهم. ما لقيتش حاجه انهانسنج يبقى انا عارفه ان انا ايه يعني شبه امان، بس لازم ابص على الماموجرافي اتاكد انها بس ما عندهاش مايكرو كالسيفيكيشن احسن او كده عشان احسن تطلع ان دي عندها ايه دكتور كارسينوما ايه انسايت. خلاص لو ما فيش انهانسمنت يبقى حاجه بسيطه قوي، لو هي عندها ليجن حاجه هبص هو شكله ايه في تي 2 وتي 1 والشغلانه خلصت على كده خلاص. انما بقى لو لقيت فيه ليجن انهانسنج لازم بقى هبتدي ابص على الليجن ده اقول هو مواصفاته ايه الشكليه اللي هي الليكسيكن اللي احنا عمالين نتكلم فيه من اول ما جيت اللي هو ايه هديسكرايب الليجن ده ازاي، وكمان لازم اعمل له كايناماتيك كيرف، ولازم بعد ما اعمل ده ارجع اشوف هو شكله ايه في التي 2 والتي 1 عشان اقدر احدد ده بيناين ولا ايه مالجنين. وما انساش ان ما فيش حد يكتب ام ار الا وفي ايده ايه الماموجرام. للاسف في شغل البرايفت ساعات الواحد بيعمل حاجات ويبقى متضايق منها، يعني يجي لك عيانه تقول لك لا الدكتور بتاع وتبقى مصره. يعني ساعات احنا لما بيجوا لنا من غير ماموجرافي ادخلها صورها ماموجرافي عشان لازم اشوف الماموجرافي. وساعات بقى في ناس لا انا مش هعمل، الدكتور بتاعي قال لي ما تعمليش انت صغيره في السن، صغيره او كبيره يا معاكي سونار يا معاكي ماموجرافي، لازم يعني يبقى في حاجه. عمر ما الام ار هو بيبقى الفيرست لاين، يعني الواحد ما ينطش على طول على الام ار حتى من ناحيه حتى التكلفه. يعني ما اعرفش بيعملوا عندكم الام ار بريست هنا بكام، بس في مصر غالي جدا يعني 2000 تقريبا، فطبعا يعني تكلفه جامده يعني بالعين. خلاص بقى نتكلم بقى على انا شفت انهانسنج ليجنز، شفت انهانسنج ليجن في البريست، هبتدي بقى نتكلم على المورفولوجي وهنتكلم على الكايناماتيك كيرف وهنتكلم على شكل الليجنز ايه في التي 2 والتي 1 اللي بيخليني اقدر ايه افرق دي بيناين ولا ايه مالجنت. هنبتدي بقى بالمورفولوجي ايه ديسكريبتورز. برضو اكوردنج للام ار اي لكسيكون بقى بتاع الام ار قالوا ان بقسم اي انهانسنج ليجن اشوفها في الام ار لازم اقسمها لثلاث حاجات، يا اما فوكس يا اما ماس يا اما نون ماس. هنبتدي نبص الاول على الفوكس. الفوكس ده اكتر حاجه متعبه في التشخيص. ليه بقى؟ بتبقى الليمفوسايت دي كان جبت قلم وورقه ومسكت الورقه دي وعماله نقط عليها نقطه، هي بالظبط كده ليجن اقل من 5 مللي ماهوش سبيس اوكيباينج، ما عنديش حاجه اعمل بيها كاركترايزيشن له، لا انا شايفه له مارجن ولا انا اقدر اوصف له انترنال انهانسمنت باترن ولا كده. كل اللي بنحكم عليه هو سنجل ولا مالتيبل ويونيلاترال ولا بايلاترال. لقوا ان اغلبيه الناس اللي عندهم مالتيبل انهانسنج فوساي وبيبقوا بايلاترال دول بيطلعوا ان هم دول عين الميموري ادينوز اللي كنتوا بتسالوني على الفايبرو ادينوز اللي هم بيبقى عندهم فايبرو جلانجولار تيشو كتير جوه البريست. فقال لك لو لقيت باي لاترال انهانسنج فوساي وعلى الناحيتين زي بعض اعتبرهم ايه مالجنا.
لو لقيت بقى فوكس او اتنين دي بتبقى المشكله، يا ترى ده بيناين ولا مالجننت ولا ايه، ما عنديش اكد اجرب ان اقيس عليه كيرف. ساعات زي كده زي الحاله دي كان عندها فوكس الصغير ده هنا انهانسنج، والعينه دي كانت عامله ماستكتومي على الاذر سايد خلاص، جت عملت ام ار في السنه دي وما كانش عندها ام ار قديم، وبقينا محتارين نقيسنا الكيرف عليه. الكيرف ده زي ما هنعرف كمان شويه، الكيرف اللي بيبقى طالع على طول ده بيناين، ما حلتيش حاجه. وبعدين تيجي تقولي لها، تقولي لها لو كتبنا سسبيشس يقولوا لي ايه، طب خلاص خدي منه بايوبسي، ادخله في البايوبسي. احنا ما حدش فينا عندنا في مصر ام ار جايدد بايوبسي. الصح ان انا اخش بالام ار جايدد بايوبسي تارجتد على الليجن ده واخد منه بايوبسي. انا ما عنديش ام ار، ادخلها في السونار اقعد ادور على الفوكس اللي 5 ملي ولا اللي اقل من 5 ملي ده ما لقوهوش. ففي حالات كتيره قوي ساعات بقول لهم حطوها اندر فولو اب، كل شويه تجي لي ابص بنا على مكان الليجن ده بالالترا ساوند، لو حاجه بانت هعرف اخد منها بايوبسي، لو ما بانتش بقى خلاص يبقى على مدار سنه ونص مفيش حاجه بانت، لو كانت مالجنت يبقى زمانها ايه كبر. فبقول لكم بتبقى مشكله، اكتر مشكله بتقابلنا لما بنلاقي انهانسنج في الصاي. يعني لسه كان عندي عيانه وكانت عندها 30 سنه ودخلت وشالت كارسينوما من البريست وطلعت انها لوبيولر كارسينوما، وفي البريست بتاعها كان مليان فصاي كده على الناحيتين، فقلنا دي هي 30 سنه وكده، وقلت ادينوزز وبتاع وكده، وهي بتاخد فوست ما بتاخد الكيموثيرابي. قالوا نعمل لها فولو اب، فعملنا ده فولو اب بوست اوبرتيف يعني، عملنا لقينا الفصاي على الناحيتين كبروا. يعني لسه يوم الثلاث بيقولوا لي اخذنا بايوبسي من اليمين والشمال والاثنين طلع عندها مالجنس. فبقول لك يعني الفصاي دي ماساه، ماساه فعلا يعني، فعلا الواحد بيفضل مش عارف يحدد هي ايه. بس اتليست حطوها اندر ستريكت فولو اب، يعني تفضل فولو اب معاكم فتره، لو ما فيش حاجه ظهرت لمده سنه ونص ما فيش بقى مالجنس، يفضل بالمنظر ده اكتر من ايه من سنه ونص. لا بالالترا ساوند، بالالترا ساوند في كلام كتير على صبغه الام ار. ما هو انت ما هي ما انت مش شايفاها وفضلتي مش شايفاها. انا متضايقه من هو، انا لو اتكلمت كده ما انتوش سامعيني. طيب خليه كده بقى محطوط. لا ممكن ما تبقاش حاجه خالص، ممكن لو كبرت بقى وبانت وكده خلاص دي يبقى غالبا بتبقى. ما هو زي ما قلت لك ما فيش حد بيتولد كبير على طول. الكارسينوما دي اللي هي شايفينها 2 و3 في سنتي كان مسيرها في يوم، كان اصلها في يوم من الايام ملي و2 ملي يعني. انما لو لقينا بقى زي انهانسنج في الساي كتيره ماليه البريست زي هنا او زي هنا، دي عاده بتبقى زي قلت لكم بتبقى زي ادينوزس. وقالوا ان دي مش هنعتبرها ليجنز خالص، دي هنعتبرها حاجه اسمها باك جراوند بارينكمال انهانسمنت، برضو هنتكلم عليه كمان شويه. لو كانت زي تحت دي واخده زي كانها سيجمنتال كده. هي دي عشان كات واحده بس، هي دي كانت وايد سبريد في البريست كلها. وبتشوفي سيمتريكال يعني، الحاجه اللي برضو بتهمنا هم هي سيمتريكال على الناحيتين ولا لا. خلاص قالوا بقى انه احنا قلنا يا فوكس يا ماس يا نم ماس. قالوا الماس بي، الماس دي الديسكريبشن هي الماس اللي احنا كلنا عارفينها ان هي ليجن و3 دايمنشنال ولو كونفكس بوردرز ولو بياخد حيز في البريست. خلاص طب ده الانهانسنج ماس ليجنز دي ممكن تبقى بيناين وممكن تبقى مالجننت، عشان كده لازم اوصفها واقيس عليها الكيرف عشان اعرف دي بقى بيناين ولا لا. طب هوصف اي ماس ليجن في البريست ازاي في الام ار؟ هوصف برده الشيب والمارجن زي ما عملنا، بس لازم بيكون في حاجه مختلفه من موداليتي الثانيه. الانترنال انهانسمنت باتن هي شكل الصبغه اللي جواها شكلها ايه. خلاص طيب قالوا لو في الشيب هنقسم الليجنز يا اما برضو راوندد يا اوفل يا اما الريجولر. خلاص والراوندد والاوفل دي ديسكريبتورز اوف ايه، كاني بوصف حاجه ايه غالبا بيناين. لكن الريجولر والريجولر بقى هنا في الام ار قسموها لحاجتين، قال لك الريجولر يا اما لا سوري ده في المارجن، الريجولر دي ديسكريبتور اوف ايه اوف مالجنسي. خلاص يعني لما اقول له راوند ده اوفل يبقى بوحي ان غالبا هتطلع ايه بيناين، لا اقول له الريجولر يبقى غالبا انها ايه مالجنت. طب هنوصف المارجن، المارجن هنقول ان هو يا اما سيركمسكرايبد اللي هي داير ما يدور، انا قادره امشي واقول ان ليها مارجن واضح اهو قادره امشي عليه داير كده، او نوت سيركمسكرايبد. والسيركمسكرايب ده ديسكريبتور اوف ايه؟ بيناين. النوت سيركمسكرايب بقى اللي هو اسموه حاجتين، يا اما ان هي تكون سبيكيوليتد
يا اما مش عارف يقول هي سبيكيوليتد. مين كان بيسالني على الحاله اللي قعدنا نقول انجوليتد ومش انجوليتد وبتاع، ان ليجن شكله يعني المارجن بتاعه الريجولر، بس مش قادره اقول ان في سبيكيولز بمعنى كلمه سبيكيولز. خلاص، فيبقى قلنا الشيب راوندد اوفل الريجولر، والمارجن يا اما سيركمسكرايبد اللي هو ممكن يبقى راوند اللي انا اقدر امشي عليه، او نوت سيركمسكرايبد اللي هو بيتقسم يبقى سبيكيوليتد او ايه الريجولر. خلاص، وقالوا السبيكيوليتد والريجولر دول بيوحي ان الليجن ايه مش حلو، خلاص ناحيه الايه المالجن. طب وكمان مش بس كده، بوصف هو واخد انهانسمنت ازاي من جواه. ممكن الليجن ده يبقى واخد هوموجينس انهانسمنت، ممكن يبقى فيه دارك سبتيشنز، ودي صفه للفايبرو ادينوما. يعني لما الاقي ليجن متقسم كده وفي سبتيشنز من جوه من غير حتى ما اعمل بايبس ببقى عارفه ان ده غالبا ده ايه فايبرو ايه ادينوما. والهوموجينس او الدارك سبتيشنز دي ويز ايه بيناين. خلاص، انما لو لقيت ليجن فيه هيتروجينس انهانسمنت او ان هو واخد ريم يعني من بره واخد لكن السنتر بتاعه مش واخد، ده التو ديسكريبتورز دول بتوع حاجه مالجنت. خلاص، نجمع بقى اللي احنا عمالين نقوله بقى ده مع بعض، ان انا لقيت انهانسنج ماس ليجن ممكن تبقى بيناين وممكن تبقى مالجنت. هوصف الشيب وهوصف المارجن وهوصف الانترنال انهانسمنت باترن بتاعها. الشيب لو راوندد او اوفل يبقى ناحيه ايه البيناين، لا لو ليها مارجن سيركمسكرايب ناحيه ايه البيناين، لو هوموجينس او دارك سبتيشنز يبقى ناحيه ايه البيناين. انما بقى لو الشيب كان الريجولر والمارجن كان نوت سيركمسكرايب سواء الريجولر ولا سبيكيوليتد او ليها هيتروجينس انهانسمنت او ريم انهانسمنت، يبقى انا بتكلم غالبا على ايه مالجنت. زي ما قلنا في الماموجرافي قلنا في الالتراساوند ساين واحده ما بتكفي، احنا بنحط الفايندنجز كلها على بعض وفي الاخر بنحكم على الليجن. يعني مثلا ليجن زي ده لو انا هوصفه هقول ان هو راوندد وواخد لو سبيكيوليتد مارجن، صح، لو مشرشر من هنا خلاص، لكن الانهانسمنت فيه هوموجينس. طب ده فيه صفتين بيناين وصفه مالجنن، اخد بالاكتر ولا بالاوحش؟ بالاوحش. يبقى ولا كاني شايفه الراوندد ولا الهوموجينس، ماليش دعوه بيهم خالص، لكن مجرد ان ليها سبيكيوليتد هقول عليها ايه مالجن. تالت نوع من الانهانسمنت بقى، انا قلنا اول نوع ان انا جبت قلم ونقط، تاني نوع ماس بقى ماس محترمه وليها كده. ساعات بقى بيجي لنا نوع من الانهانسمنت لا هي كده ولا هي كده، هي كاني جبت بقى فرشه ولونت حته، يعني حته ماهيش سبيس اوكيفاينج قوي بس فيها انهانسمنت كده، هي بالظبط كانك ملونه حته في البريست، بنسميها نون ماس انهانسمنت. كانوا زمان بيقولوا نون ماس لايت انهانسمنت، شالوا كلمه لايت دي خالص بقت نون ماس انهانسمنت. والنون ماس انهانسمنت ده برده ممكن يبقى بيناين وممكن يبقى مالجنن، فقالوا عشان اعرف ده بيناين ولا مالجنن برده لازم يبقى ليا طريقه اوصفه بيها. هوصف بايه بقى اكوردنج لايه؟ اول حاجه بقول الديستريبيوشن بتاعه، وهو سيمتريكال ولا سيمتريك، يعني هو على ناحيه واحده من البريست ولا هو واخد ديستريبيوشن شكله وحش بس على الناحيتين زي بعض بالظبط، بشوف الناحيه اليمين مع الشمال. خلاص، وبعدين اوصف هو من جواه شكله ايه الانترنال انهانسمنت باترن برده بتاعه شكله ايه. نبص على ديسكريبتور ديستريبيوشن، قالوا ان البريست بارينكما النورمال بارينكما بتانهانس، بس طالما انا بص يعني دي كانت عيانه صغيره في السن، شوفوا كميه الفايبروجلاندولار تيشو اللي عندها قد ايه، كله انهانسنج صح، لكن الاثنين كل البريست تقريبا انهانسنج، ده برده نفس الحكايه، وهنا نفس في انهانسمنت هنا بس زيه بالظبط ايه الناحيه الثانيه. فلما قالوا ان هو البايلاترال سيمتريكال انهانسمنت ده بنعتبره ان هو دي انهانسنج نورمال ايه بارينكما. ببص على الديستريبيوشن بعد كده بس كل البريست انهانسنج، كل البارينكما انهانسنج، اللي انا اقصده مش سيمتريكال يعني يبقوا شبه بعض بالذات، ان البارينكما كلها اللي في ده عارفه كل الناس بيبقى عندها ديفرنس شويه بين الرايت والليفت بس مش ملموس قوي. مش بيجي لنا حالات ساعات اللي تقول لك ايه ده انا البريست اليمين اكبر بالشمال، انا والله كذا مره يجي لي عينين يعني يبقى بريست منهم قد كده وبريست عادي كبير خالص، فده تشينج في يعني في السايز بين اليمين والشمال، بس كل البارينكما هنا انهانسنج وكل البارينكما هنا انهانسنج. الديستريبيوشن بقى ممكن يبقى فوكل يعني ملونه حته صغيره او ملونه لينير خط ماشي في البريست كانه واخد ماشي مع دكت، او سيجمنت حاجه اكبر شويه من لينير بقت واخده اريا ماشيه سيجمنتال ديستريبيوشن كده،
او ريجنال اللي هي واخده مساحه اكتر من سيجمنت في البريست، او مالتيبل ريجنز ان حتت دي حته ودي حته ودي حته بس مش قادره اقول عليهم ان هم ايه ماس، او ديفيوز اللي حاجه كده واخده تقريبا ملونه اغلب البريست. بس لو بصينا في كل واحده من دول وبصينا على الكورسبوندنج اريا ليها في البريست الثاني مفيش، يعني هنا البارينكما انهانسنج كتير بس ما فيهاش السيجمنتال ديستريبيوشن، هنا في انهانسمنت هنا بس ما فيهوش المنظر ده معايا، فهي اسيمتريكال انهانسمنت واخد ديستريبيوشن حاجه من الحاجات دي، فيما عدا اللي هو الديفيوز انهانسمنت اغلب الاسيمتريكال نون ماس انهانسمنت، او بالمعنى الاصح كلهم بيانديكيتوا ان في اندرلاينج باثولوجيكال بروسيس، يعني النون ماس انهانسمنت السسبشن فيه بيبقى اعلى بكتير قوي من الماس كمان. خلاص الانترنال انهانسمنت باترن بقى ممكن يبقى هوموجينس، ممكن يبقى هيتروجينس، ممكن يبقى كلامت اللي هو زي متكتل، يعني زي يعني حت انهانسمنت تقيل كتير يعني كتله كده على بعضها، وممكن يبقى كلاسترنج اللي هو يبقى فيه كذا، يبقى فيه انهانسمنت وفي النص فيه زي كذا ليجن واخده ريم ايه انهانسمنت. فيما عدا الهوموجينس الوحيد اللي ممكن ساعات بيجي مع حالات الماستايتس وكده، اي باتن مخالف لكده وزي ما قلنا لازم يكون ايه نون سيمتريكال. خلاص كده عرفنا هنوصف ازاي الفوكس اللي هي او مش هنعرف نوصف ازاي الفوكس، ونوصف ازاي الماس والنون ماس ايه انهانسمنت. خلاص طب احنا تصدقي بسبقيني، بس اصبري شوي ايه لا بس هو سؤال صح، سؤالك صح بس اصبري شوي وهقوله. خلاص احنا كده وصفنا الشكل بتاعهم. خلاص هننتقل بعد كده قالوا ايه ده انا بالام ار انا ممكن كمان اشوف الباترن بتاع الانهانسمنت، ساعات بيخليني ابقى زي ما تقولوا واثقه اكتر هي بناين ولا ايه مالجن. التايم سيجنال انتنسيتي كيرف اللي هو بقيس التايم against السيجنال، يعني بشوف في دقيقه واحد الاول لازم يكون مبتدي من الزيرو، لان لازم لو عملوا فحص وجيت تقيس التايم سيجنال انتنسيتي كيرف ولقيته مش مبتدي من الزيرو اعرف ان الفحص ده ما اتعملش صح، لان احنا اول سيكونس عندنا هو الزيرو اللي هو ما فيش صبغه خالص. خلاص فبنقيس التيوم، بنشوف التيومر ده بيبيهيف ازاي بالصبغه. انتوا عارفين ان الفكره بتاع ايه، الفكره ان المالجنت ليجنز بتاخد انهانسمنت مش بس هاي فاسكولاريتي، هاي فاسكولاريتي وان هيلثي فيسلز. التومر اول ما بيبتدي يكبر بيسكريت حاجه اسمها حاجه فاسكولار بروموتنج فاكتور اللي هو بي انهانس الفورميشن اوف نيو بلاد فيسلز، بس النيو بلاد فيسلز عشان هو محتاج غذاء عشان يكبر بسرعه. النيو بلاد فيسلز اللي بتبقى اللي بتتكون دي بتبقى مش هيلثي بلاد فيسلز، بتبقى البيزمنت يعني الوول بتاعها ديفكتيف فبيليك، عشان كده اغلبيه المالجنت تيومرز بتيجي وحواليها شويه ايه اديمه وكده. نفس الفكره دي بتيجي نحقس الصبغه فالصبغه تليك في السراوندنج ايه تيشوز. خلاص فبيجي نقيس بنقسم بقى الكيرف لانيشال فيز خلاص، وبعدين ونشوف ديليت فيز، والفرق بين الانيشال والديليت فيز ده بيكون عند الدقيقه كام، عند الدقيقه الثالثه او الرابعه، والبيك بنشوف البيك اوف انهانسمنت زي ما قلت لكم ده عند الدقيقه الثالثه او الرابعه، هو ده البيك بتاعنا والانيشال فيز لغايه الدقيقه الثالثه او الرابعه والديليت فيز، ونشوف الليجن ده بيهيفد ازاي. عندنا اربعه باترنز للبيهيفير. خلاص اول واحد فيهم اللي هو تايب 1 اللي هو الموف الفاتح ده اللي هو بنسميه كونتينيوسلي رايزنج. خلاص اللي هو التومر عمال ياخد صبغه في النهايه هيحصل واش اوت، بس الواش اوت ده هيحصل ديليد مش عند الدقيقه الثالثه ولا الرابعه، يمكن لو صورت العين عند الدقيقه التاسعه ولا العشرة وكده لازم، ما هو فيش حاجه هتاخد صبغه وتفضل واخدها طول عمرها، لازم هيحصل واش اوت، بس الواش اوت ده بيحصل بقى ديليد بعد ما انا اكون خلصت تصوير. خلاص الرايزنج ده بيبقى اللي هو تايب 1 وده كرايتيريا او يعني كاركترستيك للبيناين ليجن. تايب 2 اللي هو بنعتبره بوردر لاين اللي انا بقف وابقى مش حاطه له 50% بيناين و 50% مالجنت، اللي هو بيطلع وبعد بعد البيك يمشي بلاتو يعني ما ينزلش خالص يفضل ايه ثابت على وتيره واحده. خلاص ده البلاتو ده هبقى بقول 50% بيناين و 50% ايه مالجنت. تايب 3 اللي هو مالجنت اللي هو عالي 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 وبعد الثلاث دقائق راح عامل ايه واش اوت، لان زي ما قلت لكم الفيسلز دي كمان بيبقى فيها ارتيريو فينس شانتنج فبياخد الصبغه بسرعه لكن بيسيبها كمان بسرعه قوي.
خلاص. فايه ده تايب 3. امال ايه تايب 4؟ ده بقى مش بنعتبره تايب 4، هو يعني بساعات لو انا حطيت على النورمال بارينكما هيبقى فيها انهانسمنت بس كيرف لو بيك وكونتينوسلي ايه رايزنج. خلاص شفنا الكايناماتيك كيرف وشفنا المورفولوجي، لازم ارجع ابص على الليجن شكله ايه في تي 2 والتي 1. خلاص في التي 2 ده احنا بنسميه حلال المشاكل، يعني سؤال الدكتوره كانت تساله مش هيحله غير التي 2. انا شايفه ريم انهانسمنت ومش عارفه هي الليجن دي ابسس، طب ما ممكن تبقى انفكتد سيست ولا ابسس، وانا اقول للعينه ده انت مالجننت او كده. فالتي 2 ده حلال المشاكل، اغلبيه الليجنز اللي بتبقى برايت قوي في التي 2 ابقى مطمنه، بس في بعض الاكسبشن زي اي قاعده عندنا لازم بيبقى ليها اكسبشن. في ليجن زي كولويد كارسينوما، في حاجه اسمها تريبل نيجاتيف بريست كانسر، بيبقوا برايت شويه في التي 2 فبيخمون. خلاص طيب، والاي ليجن دارك في التي 2 ابقى متوجسه منه ولازم احتاط قوي في الايه في الديسك، اشوف بقى المارجن والشيب والبتاعه بقى ايه، واخده بالي قوي منه. خلاص طيب، ادي السؤال بتاع الدكتوره، انا عندي ريم انهانسمنت ادول تو ليجنز، ده عامل ريم انهانسمنت وده عامل ريم انهانسمنت، وواحد منهم بيناين وواحد منهم مالجننت. بقى اللي تحت ده مش باين عندكم خالص ولا ايه؟ هو هيبان لما اجيب لكم تي 2. خلاص لازم ارد على طول لما الاقي ريم انهانسمنت ابص على التي 2، لقيت الليجن اللي كان واخد ريم انهانسمنت في التي 2 دارك ولا برايت؟ دارك. هقول عليه ايه؟ هينفع اقول عليه ده ابسس؟ انما الليجن الثاني اللي انتم مش شايفينه بان ايه هنا في التي 2؟ برايت. ودي كانت حاله كان عندها جرانيولوماتس ماستايتس العينه، ده كان ابسس كبدي. مجرد ان انا الاقي ريم انهانسمنت ده مش كفايه، لازم ابص على التي 2 كورسبوندنج ليها باين برايت ولا دارك عشان اعرف ده ايه، ده ليجن ولا لا. ده مالجننت. اني ده الوول اللي كان ده الدارك، ده الوول بتاع الابسس اللي هو كان واخد صبغه. لا هو ده اللي كان واخد صبغه. بصي لو جيتي بصيتي هنا وانت هتفهميها يا دكتوره، هي مش باينه خالص عندكم. هي خفيفه قوي. الوول هو اللي بياخد، لان الوول بيبقى اللي فيه فيسلز كتيره وكده، انما السنتر كله بريكنج داون. بس بره ما كانش مالي الابسس ده. بس بقول لك حالات الجرانيولوماتس يعني اغلبها ما بتشخصش غير بالبايوبسي او كده. دي كانت جرانيولوماتس مستر، دي انا فاكراها العينه دي، كنا حتى ساعتها كان الجهاز بايظ عندنا، بعتناها معهد الاورام بتاعنا، كنت فاكره ان هي يعني بعتاها عشان هي مالجننت عشان نعمل ستيج، بعد لما رحنا ولقينا المنظر ده فعرفنا بقى ان هي لا دي مش مالجننت دي. ساعات الباس بقول لك بيبقى تقيل جدا، وتعمل بقى وتلاقي كل البارينك ما ده مش عارفه في المحاضره دي ولا لا، في حاله يعني كنا يعني ممكن تحلف انها مالجنت وفي الاخر تطلع جرانيولومتس. برضه نفس الحكايه. لا قولي تاني. لا دايناميك، انت بتاخدي سيكونسز، بتاخدي سيكونس في دقيقه واثنين ودقيقه وثلاثه وخمسه وسبعه لغايه 8 دقائق. لا انت الصوره بتبقى يعني ليكي طريقتين بتشوفي بيها الصوره. خلاص بتشوفي الصوره يا اما بتبقى كل الدقائق يعني على الكات ده كل الدقائق والكات ده كل دقائق، او ان بتفصليهم عن بعض تشوفي عند الدقيقه واحده تشوفي كل البريست، عند الدقيقه اثنين تشوفي كل البريست. هي حاجات كلها في البوست بروسيس. هو الجهاز يعني انت بتقولي انا عايزه دايناميك، هو بيعمل لك الدايناميك لمده 8 دقائق. يعني كل كات متاخده في الثمان دقائق، يعني البريست از فوليوم كده متصور في الدقيقه، وبعدين اثنين كده سيكونسات سريعه بس بتبقى بتتابع الصبغه في الثمان دقائق. لا السبتراكشن برضو احنا ما بندخلش فيها، انت يعني كل جهاز اصله طريقه انك بتعملي سبتراكشن مختلف. انت كل اللي انت بتقولي له شلي البوست كونترست من البري كونترست، بيطلع لك السبتراكشن برضو في الثمان دقائق، يعني كل السيكونسز اللي خدتيها بتطلع لك برضو في الثمان دقائق. لا انت مش بتبصي، انت اللي بتستفاديه من 8 دقائق هو الكيرف. يعني انت عندك ال 8 دقائق، خلاص انت عايزه تشوفي ليجن انهانسنج ولا لا، بتفتحي عند الدقيقه الثالثه والرابعه.
خلاص بتقولي يعني لو الجهاز عارض لك ان ده الدقيقه الاولى بيبقى فيه مكتوب التايمنج، بس اصل انا مش قادره اقول اشرح لي ليه، ان كل جهاز له طريقته فاهمه، كل جهاز بيعرض لك الحاجه بطريقته. خلاص مثلا الاكتر جهاز مستخدم في الام ار الفيليبس، خلاص بيجيب لك ممكن يبقى مديك السيكونس ان كل الدقائق محطوطه على بعضها، فمثلا في الكات دي هتلاقي ما انت بتشغلي سيني هيجيب لك في الكات دي السيني 1 2 3 4 5 6 7 8 وبعدين الكات اللي بعدها 1 2 كده، فتلاقيكي ايه في كل كات كانك شايفاها في خلال الثمان دقائق، او يفصل لك كل دقيقه لوحدها جايب لك حاجه مفروده هنا ده الدقيقه الاولى الرام بتاع الدقيقه الاولى والرام بتاع الدقيقه الثانيه والرام بتاع الدقيقه الثالثه والرام بتاع الدقيقه الرابعه، فانت تيجي عايزه تشوفي تروحي فاتحه الرام بتاعه الدقيقه الثالثه او الرابعه. فاهمه ازاي؟ مش فاهمه اصل هي صعب اللي مش قعدش على الجهاز صعب يفهمها يعني ان بنعمل ايه بالظبط. عشان ما هي انا ده اللي بقولها تفتح على الثالثه والرابعه، وده هو ده اللي هيتصور لو عندك فيلم متصور كونترست هو بيصوروه عند الدقيقه الثالثه او الرابعه اللي هي فيها الماكسيمم انهانسمنت. انت هتبصي على الليجن في الدقيقه الثالثه او الرابعه دي وتشوفي فيه انهانسمنت ولا لا، وتردي الليجن ده للتي 2 وتشوفي شكله ايه. جيتي بقى تقيسي الكيرف دي مش شغلانتك انت، انت بتختاري الليجن وبتقول لي الجهاز قيس لي الكيرف، هو بيقول لك اللي هي الليجن دي كان يعني بيهيفنج ايه من الدقيقه زيرو الدقيقة تمام. فاهمة قصدي؟ نعم؟ لا دي حاجة بتعمل دي برضو بوست بروسيسنج، ان انت بتشوفي البريس ك 3 دي فوليوم كفوليوم بقى. لا بوست كونترست احسن. خلاص طيب مثلا ليجن زي ده في ريم انهانسمنت، هي بقول لك انت طول ما انت ما قعدتيش على جهاز ام ار فبتبقي متخيله انها حاجه صعبه، هي مش حاجه صعبه خالص يعني حاجه لا مش انت اللي بتقارني، هو ما هو هي يعني انت ممكن عايزه تفردي الثمان دقايق وتقولي ده هنا اكتر ولا لا، بس احنا اداء ولا الكمبيوتر اللي بيقيس الاداء، فهي اللي ترجمه الليجن في الثمان دقايق بتطلع لك في الكيرف، الليجن واخد انهانسمنت ولا مش واخد انهانسمنت بيطلع لك في الدقيقه الثالثه والرابعه اللي انت بتبصي عليه. خلاص لكن ان انا اقارن الثمان دقائق هو ده اللي نتيجه المقارنه دي بيطلع لك الكيرف، يقول لك دي هي فضلت تاخد طول من الدقيقه الاولى، لا دي اخذت بسرعه لكن ثابت، لا دي كانت هو يعني ليه اتعب نفسي وابص بقى لو هو هيطلع لي في حد لسه متلخبط ولا مفهوم ال لا مش بي بقى البي ده بتاع الديفيوجن زيرو مينت. لا انت ما تبصيش خالص على الزيرو مينت ده، الزيرو مينت ده اللي هو البري كونترست ده انت بتبصي عليه تي 1 وتي 2 ستار، الزيرو مينت انت مالكيش دعوه بيه، انت بتفتحي على الدقيقه الثالثه والرابعه وبتبصي عليه. بترجعي للتي 2 وتقيسي ولو لقيتي ليجن واخد الكونترست قبل ما ترجعي للتي 2 قيسي عليه الكيرف، بغض النظر بقى انت بتستخدمي جهاز ايه، لان بقول لك المقاييس وكل حاجه مختلفه خالص من جهاز لجهاز. خلاص؟ بصراحه انا ما بعرفش يعني ما اعرفش يعني حد يجيب لي افلام ام ار بريست ويقول لي اكتبيها، ما اعرفش اكتبها من في افلام، انا لازم ابقى شايفه الليجن سيني وانا بنفسي اللي احط مثلا على نفسي الليجن بقعد احط في كذا بوينت اشوف واشوف الكيرف في كذا بوينت، يعني كتابه الام ار بريست من افلام دي ممكن بتودي ورا الشمس بصراحه يعني. طب ما هو يعني ما اللي لقى البرينك كله بيبتدي انهانس من اول دقيقه، بس الباترن مختلف كل حاجه، اول ما بدي السبعه كله بينهانس، بس الباترن مين هياخد اسرع ومين مش عارفه ايه هي ده اللي مختلف. خلاص فمثلا برضو ليجن زي ده واخد ريم انهانس صح، عايز اعرف ده بيناين ولا مالجننت. خلاص رديته ده تي 1 بان فيه ايه، في تي 1 دارك، وفي الستير بان برايت قوي، اللي بيبان في الستير برايت قوي يبقى ايه فلويد صح، حاجه ايه حاجه فلويد. فبصيت في التي 2 ده مش ده في التي 2 حل لي المشكله كمان، ده باين ان في فلويد ايه ليفل، يعني ده ابسس كافيتي ايه سر.
خلاص. فاحنا ايه كده دكت دي كانت حتى مش ابسس كافيتي دي كانت انفكتد سيست. بدور بقى على برضو زي ما بصينا بدور على اذر فايندينجز يعني بشوف مثلا عندها سكن تيكنينج نيبل ريتراكشن عندها باثولوجيكال ليمف نودز. في اعتقاد خاطئ ان انا مع ما احكمش خالص خالص على الليمف نودز بالام ار. لا لا الام ار ببص على الليمف نودز في صحيح كل الليمف نودز بتانهانس بس لما بنبص عليها في تي 1 وتي 2 بتقدروا تشوفوا وفي الستير بتقدروا تشوفوا ليها فاتي هايلين بريزرفد ولا لا وكده فبيساعد برضو الام ار. لازم ابص على لو في اوبريتيف بيد تشينجز يعني دي عيان عندها حاجتين في الاوبريتيف بيد واحد باين برايت اي قوي في تي 2 واحد باين نص نص زيه زي الفات اللي حواليه كان عندها فات نيكروزز وسيروما في الاوبريتيف بيد. انهي واحد فيهم ده العينه دي ما عندها باكيت ماليجنسي على الناحيه دي لكن دول شكل بعض دول سيمتريك البارينك الكات ده لكن هي العينه دي كان عندها ماليجنت ليجن على الرايت سايد بس انا جايبه الكات اللي باين فيه الليمف نود يعني خلاص. وفي نعم اهي خلاص وبشوف في ساين برضو من الحاجات اللي بتدل ان العين عندها يبقى في بري باكتر الايديما يعني اجي في تي 2 والاقي في ايديما. بصوا الفرق بين الميه وبين الفات في الام ار بيبقى فرق الميه طبعا بتبقى برايت اكتر بكتير قوي. ما تنسوش يبقى الماموجرام في ايدينا يعني دي عيانه انا كان بتتابع على طول معانا وبعدين والبريست بتاعها زي ما انتم شايفين من اسوأ انواع البريست دانس ومش دانس بس هيتروجينس بس لو الواحد بقى المفروض زي ما قلت لكم الواحد لازم يبص ويدقق في العينه. فلقيت عندها نيولي ديفلوب كلاستر هنا اوف مايكرو كالسيفيكيشن اهي ما كانتش عندها قبل كده. شايفين قد ايه ممكن تعدي على الواحد لو ما بصش بدقه على كده كان مايكرو كالسيفيك كلاستر. وعملت الام ار كان حاجه يعني ممكن تقول ان هي انهانسنج بارينكما زي بقيه البارينكما بتاعت لكن انا عشان عارفه ان دي كورسبوندنج لنفس الاريا وفعلا اتفتحت العينه دي وطلعت دي سي اي اس. انت عارفين فرق لما اكتشف العينه وهي عندها دي سي اي اس من انها لو اتشالت وطلعت فيها فوق الانفيجن حتى لو مايكرو انفيجن لو ما فيش انفيجن خالص الليجن هيتشال وخلاص وانتهت مشكلتها على كده. انما لو في انفيجن للبيز هتاخد كيموثيرابي يعني تخش في الموال كامل. فطبعا فرق جامد ان عينه يعني واحد ايه يقدر يلحقها بدري او كده ده بيفرق برده مع الايه مع العينه. دي كانت عينه عندها 30 سنه وكانت لاكتيتنج وكانت جت بريدنس وهاتنس وبالبابل ماس في الرايت ابر اوتر كوادرن خلاص. جينا عملنا السونار ما كانش مبين يعني انفكشن قوي قد ما حته هايبو اكويك كده متوزعه في البريد. وجيت ابص على الاكزيلري ليمف نودز فيها فين الدكتور بتاع الليمف نودز غير مكانه لا طبعا دي ليمف نود ايه مش حلوه خالص من اي من اولها خلاص. فقلنا ايه نعمل لها ام ار فعملنا ام ار طلع انتوا قولوا لي بقى اللي عندها ده فوكس ولا ماس ولا نام ماس الاول في سيمتري بين الناحيتين او ده مثلا ده دي شكل الصوره اللي بتطلع لينا في الكيرف ده بس ده في جهاز الفيليبس خلاص. لكن الاجهزه الثانيه مش بتطلع صوره بالمنظر ده يعني دي الصوره دي بتبقى الفات سبريشن بوست كونترست وعرفت منين ان هو بوست كونترست الهارت فيه صبغه صح ودي السبتراكشن ودي حاجه بدول الصور دي بتبقى حاجه اسمها كالر كودنج اللي هو بالحتت اللي هي فيها انهانسمنت جامد بتبان زي الهارت هنا في انهانسمنت جامد فباين اغلبه ايه اخضر الحتت الخضراء خلاص. فبقدر اشوف يعني اقدر اشوف ده الليجن ده واخد اكتر من اللي حواليه ولا زي اللي حواليه او كده. فاحنا الاول هنقول في حاجه انهانسنج ولا مش انهانسنج في انهانسمنت. نوع الانهانسمنت ايه فوكس ولا ماس ولا نام ماس هي نام ماس كل طب النام ماس هنوصفها هنقول ايه هنقول انها ايه لا مش بنوصف الديستريبيوشن بتاعها هي اريا واسعه اللي هي بنسميها ريجنال نام ماس. انهانسمنت هوموجينس ولا هيتروجينس هيتروجينس صح كل العلامات تخلينا ما نبقاش ايه مرتاحين وزائد ان احنا كمان شايفين ليمف نودز ما كانتش جينا عملنا الكيرف بتاعها الكيرف بتاعها ايه رايزنج هو في واش اوت في الاخر بس عند الدقيقه كام عند 300 عند الدقيقه السته او الايه او السبعه. جينا بصينا على الكورسبوندنج ده تي 1 وده تي 2 بتاعها
التيتو بتاعها الحته اللي احنا كنا شايفينها انهانسي في زي حاجه في النص واخده ايه برايت شويه, ودي اعتقد كانت لاكتيشنال ماستايتس وذ ابسس فور مي. دي المفروض ان انا عملت لها فولو اب بالسونار, واللي عندها ما راحش ليه, لان ابتدى يتكون عندها ابسس كافيتي في النص, ففضلت السيمتومز عندها ايه مستمر. لا حالات اللي كده نعمل لهم ام ار, وبعد الام ار اروح اعمل لهم بايوبسي على طول. يستحسن بلاش البايوبسي قبل الام ار. هم بره يعني لما بنكون في مؤتمرات بره او كده بيقعدوا يقولوا لنا لا ما تفرقش لا بتاع, بس احنا عندنا معلش ما فيش الستيريليتي اللي هو 100 يعني 100% يعني, فممكن قوي يجي لها شويه ماستايتس بعد البايوبسي تتغير المنظر خالص. بتشوف اللي بيبقى مكتوب عليه. لا ما بيفرقش على فكره في الام ار شكل التي 1 زي التي 2, يعني انا لو جابوا لي صوره وخبوا لي فوق انا مش هعرف, بعرفش التي 1 من التي 2 في الام ار. انت بتشوف اللي مكتوب عليه. ازيك عامله ايه, ظهرتي امتى؟ بصي الرايزنج كيرف لوحده مش كفايه خلاص, يعني انا لما بيكون عندي مورفولوجي تقلق والكيرف مخالف ليها, المورفولوجي اقوى من الكيرف معايا, يعني المورفولوجي اهم من الكيرف. لا السونار بتاعها كان خادع خالص, كان ما كانت رياكشن, ما هي بقول لك احنا دي واخده بايوبسي, يعني دي اخدين لها بايوبسي. دي حاله بقى من الحالات اللي عمري ما بنساها, العينه دي يعني كانت جايه عشان عندها سترونج فاميلي هيستوري وجت تعمل الماموجرافي. حد شايف حاجه في الماموجرافي او كده؟ المدوره دي مش كده؟ احنا برضو لكن في البريس نفسه حد شايف حاجه؟ انا بس اوريكم ساعات الام ار بيحل مشاكل ازاي. يعني العينه دي جايه وده الماموجرافي بتاعها, كل اللي لقيناه الاكزيلري نود دي. حتى في الاول يعني ايه حد قال ان هي دي ممكن تبقى انترا ماماري لينف نود وموجوده في الابر اوتر وكده, بس قلنا لا دي شكلها جلوبيولر وكده. جينا عملنا الالترا ساوند لقينا في ماس ليجن هنا موجوده في الاكزيلري تيل, وجنبها الليمف نود, والليمف نود شكلها كده. دي ليمف نود بيناين ولا مالجننت؟ ليه ايه ساينز اوف مالجننسي فيها؟ بقت جلوبيولر ما فيهاش هايلم, وكمان لما حطيت الدوبلر الفاسكولاريتي بتاعتها مش ده الشكل اللي احنا واخدين ان احنا نشوفه. طب كانت فين الماس دي في الماموجرافي؟ مش شايفه. فقلنا هي حاجه كانت ناحيه الاكزيلري تيل, فقلنا نعمل لها الام ار. بصوا بقى دي شايفين الماس كانت قد ايه ومش باينه, كل دي الماس اللي هنا دي والليمف نودز جنبيها, يعني دي الماس كلها ودي الليمف نود. الماس هنا دي باترن اوف انهانسمنت, ايه هتقول عليها فوكس ولا ماس ولا نام ماس؟ نام ماس. حد قال ماس؟ انا ماس. ايه ليه ماس؟ ليه ماس؟ احنا عايزين الماس تبقى سبيس او ليها كونفكس بوردر. لا يعني كونفكس يعني اللي هي ايه مش عارفه بقى مقعره ولا ايه اللي هي دوره من بره. لا دي حته كان حد جاب حته ولونها في الحته دي خلاص. كونها انها صغيره مش معناها انها نام ماس, لا هي نام ماس انهانسمنت وموجود في الاب ومعاها اكزيلري ايه ليمف نود. نشوف حاله ثانيه. دي كانت عينه عندها 79 سنه وكانت بريزنتنج بليفت بريست هارد بالبابل ماس ليجن اللي هي دي. هنوصفها ايه في الماموجرافي؟ تفتكروا ده بريست شكله بتاع 79 سنه؟ عشان مين اللي كان بيسالوني على الادينوزز والكده؟ لا مش كون ان هي دانس او كده, مش هي ممكن تكون العينه دي كانت رفيعه مثلا, انا مش بكرهها الصراحه العينه دي, بس يعني ممكن تكون رفيعه فما عندهاش فات في البريست وخلاص. لكن ده مش بريست طبيعي بتاع حد عنده 79 سنه. وكان عندها الماس الديبلي سيتد هنا دي, لما نكبر هنلاقي فيها ايه هنا؟ فيها ماكرو صحيح كالسيفيكيشن, لكن فيها كمان ايه مايكرو. وكان شكلها كده بالكونترست ماموجرافي اللي هنقوله بعد شويه. في الكونترست ماموجرافي كان شكلها كانها ويل ديفايند يعني او سيركمسكرايبد كده, يعني شكله كان خمام. انما ما عملنا الام ار, بصوا هي دي الليجن اللي وريتها لكم في الاول اللي قلنا راوندد ليجن بس لو سبيكيوليتد مارجن واخد هوموجينس انهانسمنت, والكيرف بتاعها كان ايه بلاتو. بس لما نبص للبيك بتاعه واصل لغايه كام بيرسنت؟ 160 اللي هو يعني ده عالي قوي. ده احنا بنقول لو زاد عن 70% او 60% ابتدي اقلق خلاص. فبلاتو وعالي ده وذ ايه
املي طب دي كانت لاكتيتنج فيميل وعندها بوزيتيف هيستوري اوف بريست كانسر بوزيتيف فاميلي حد شايف فيها حاجه هي اكيد كانت بتشتكي يعني عملنا لها الام ار لقينا الليجن ده شكله ابلونج وسيركمسكرايب وكده والكيرف بتاعه بلاتو خلاص بلاتو بس بلاتو كان واصل عادي في حاجه برضو على اجهزه الام ار لو احنا ما قلنا لهاش ان احنا يعني اللي فيكم بيشتغل فعلا على جهاز او كده ساعات الكيرف يطلع بفاليوز هو بيقيس الصبغه قد ايه مش مفروض إيه احنا ما في اكويجن بقعد احسب بيها وكده بس المفروض اي كيرف في له طريقه يتحول ان ده هنا يبقى برسنتج وهنا يبقى دقائق ما يطلعليش بالفاليوز الاكتوال فاليوز كده خلاص فدي مهمه للي بيشتغل على الجهاز لازم يعرف يقلب ازاي الارقام دي لبرسنتج او لدقائق وكانت نعم ما هي دي اهي لسه احنا بنبص عليها في تي 1 وده تي 2 هي هو في اسيمتري بس لاحظي في حاجه هي هنا زي ما يكونوا مش ماشيين في التو بريست زي مع بعض يعني بريست باين صغير قوي والتاني في فعلا بارينكمال انهانسمنت شويه اكتر من الناحيه الثانيه خلاص وكده كان شكله في الام ار في التي 1 وفي التي 2 خلاص الليجن دارك وهنا انترميديت شويه ومعاه ساين اللي قلت لكم دي ساعات بتبقى ساين اوف مالجنسي اللي هو بري بكتورال ايديما دي خلاص الليجن ابتالي دي كنت عاملين لها ديفيوجن بس مش عارفه برضو دي مثلا ليجن ثانيه دي في ماس ليجن هنا طب هنوصف الماس ليجن دي ايه الكيرف اللي فات كان في بلاتو اما بلاتو ده 50% بينا بتاخد بالمورفولوجي بقى ده ليجن هنا ماس ليجن وشكلها ال ديفايند ولا اوبسكيورد يعني نوت سيركمسكرايب ولا يعني اللي هي الاندستينكت ولا الاوبسكيورد انا اقول اندستينكت برضه لان الليجن نفسها شكلها هي اللي مش حلو في الام ار ما خدتش غير يا دوبك ريم ايه انهانسمنت بس لما ردينا ده تي 1 وده تي 2 بتاعها كانت برايت دي بقى من ليجنز الخمامه اعتقد دي طلعت كولويد كارسينوم دي من ليجنز بقى اللي ممكن تخمنها بشده الكولويد واللي حاجه برضو اللي شبيهه بيها حاجه اسمها تريبل نيجاتيف بريست كانسر اللي قلت لكم دول الوحات اللي بيبانوا برايت شويه في الايه في تي 1 المفروض بس العادي بتاعها انها في العادي بتاخد عاده بتاخد صبغه انتنس عن الليجن دي ما هي واخده كده هو الكيرف اللي فات ده بلاتو ولا ماليجنت انت قول لي يا دكتور طيب احنا هنشوفه بقى هو نازل مش بسرعه الكولويد دي كل الباترنز بتاعتها بتبقى قريبه قوي بتبقى سيركمسكرايب وبتبقى برايت في التي 2 وحتى في لو اشتغلت سونار بتبقى ويل ديفايند خالص بس لو شغلت الدوبلر عليها بتلاقي فيها فاسكولاريتي ودي الليجن اللي قلت لكم الحاله اللي هي كانت واخده ريم انت باينه في الصوره دي مش كده اللي هي ليجن واخد ريم انهانسمنت وايه ولما اهو ريم باينه في الصوره دي ولا مش باينه ريم انهانسمنت ولما رديناه للتي 1 والتي 2 كانت دارك في التي 1 وبرايت في التي 2 والوول بس هو اللي كان واخد ايه الصبغه والكيرف اهو لما حطيت طبعا في ليجن زي ده لما نيجي نحط الكيرسر عشان نعمل الكيرف ما حدش يحط في السنتر هنحط فين في البريفري على الوول اللي هي الحته اللي واخده ايه صبغه ده اوبريتيف باد مثلا من المامو كده حد يقدر يقول ده فيه ريكورنس ولا لا شكله يخوف مش كده شكلها فيها سبيكيوليتد مارجنز وكده جينا عملنا لها وكانت واخده فعلا على اساس الماموجرافي باي ريد سكور جينا عملنا الام ار الليجن كان فيه انهانسمنت خفيف قوي بس واخد بيناين كيرف لما نلاقي انهانسمنت كده ما ممكن يبقى نون ماس انهانسمنت وريكارنت ماس ليجن لازم نرد الصوره للتي 1 والتي 2 الليجن ده طلع جواه ايه في التي 1 والتي 2 ثاني ما يقولوا هم استني مش سيروم هو مفيش سيروم هي فاتني كروز نفس السيجنال زي اللي حواليه الفاتني كروزز على فكره بياخد صبغه عشان بس ما يبقاش في بالنا ان لو حصل فاتني كروزز واخد صبغه يبقى اكيد مالجننت لا الفاتني كروزز ساعات بياخد صبغه خلاص الفرق ما
بس بنفرق بالسيجنال بقى بتاعته. احنا متفقين ان اي حاجه في البريست فيها فات تبقى ايه بتطمن. في حته فيها برايت في التي 1 والتي 2، في حته في التي 2 بقت برايت وكاتش وكات لوك. لا ليه؟ ما هو ده تي 1 وده تي 2 بس الكاتس مختلفه. بس يعني دي كاتس مختلفه، لكن هو كله كان جواه برايت. بصي ليجي اصل دول فولود اب ويعني وبايوبسيت بعضهم وكده، فانا عارفه ان الحاله دي كانت فاتني كروزز يعني. ما هي دي السكار، ما هي دي السكار، السكار وحصل في السكار فاتني كروز. ما هي الفاتني مش السكار اللي واخد الكونترست، الفاتني كروزز اللي حصل في السكار هو اللي واخد الكونترست. الام ار بالذات عايز يعني صعب الواحد ممكن تسمع المحاضره، بس البراكتيكال بتاعه هو ده اللي بيعلم اكتر. يعني كل ما الواحد بيشتغل اكتر وتبقوا مهتمين ان انتوا ترجعوا للفيدباك بتاع العينه او كده، كل ما هتلاقي ان الواحد خبرته بتزيد فيه. يعني اكتر حاجه في البريست ايميجنج محتاجه شغله ومحتاجه ممارسه هو الام ار بريست. يمكن الماموجرافي ممكن الواحد بكورس صغير او الالترا ساوند تقدري تمشي حالك كويس بعد كده، بس الام ار فعلا عايز الواحد يعني يشتغل كتير. عشان وتلاقي حتى عندنا في الاسم يعني ناس كتيره ماموجرافي والترا ساوند يكتبوا، لكن لما يجي الام ار يقول لك لا ابعتيها مش عارفه لمين، لا حد يعني تلاقي في الوحده مثلا 2 أو 3 هم اللي بيكتبوا الايه الام ار بريست. ف يعني ما تتضايقوش لو لان انتوا حاسين ان انتوا مثلا متلخبطين او كده، لا الام ار فعلا عايز يعني ممارسه اكتر من الماموجرافي والالتراساوند. زي ما قلت لكم بقى احنا في الام ار بيبقى في عندنا ساعات وسائل ثانيه تدينا فانكشنال انفورميشن. اكيد كلنا عارفين السبكتروسكوبي. هو ايه السبكتروسكوبي؟ بيقيس ايه؟ الميتابولايتس اللي هو فكل ولقوا ان المالجنت ليجنز اغلبها بيبقى فيها ايه؟ كولين عالي. ففي بعض الليجنز بس مش بيفيدنا قوي الا لو الليجن حجمه كبير شويه. يعني لازم الليجن يكون تعدى 1 سنتي عشان لما احط الفوكسل ما يجيبش بارينكما جنب نورمال معاه. وبصراحه هو مش براكتيكال قوي. هو يعني اغلبيه الام ار سبكتروسكوبي اللي بنشتغلهم في الاسم بنشتغلهم عشان ريسيرش ورك، لانه بياخد على الجهاز. انتم متخيلين العينه نايمه ساعه الا ربع ولا بتاع، واقول لها هزود عليكي كمان تلت ساعه على كل راوند سبكتروسكوبي. يعني لو عندها مالتيبل ليجنز على كل الليجن هحط فوكسل واعمل لها راوند زياده، مش بيستحمله. وبرده السبكتروسكوبي لو العينه اتحركت ممكن لو ليجن صغير انا بحط الفوكسل على اساس الحاجه اللي واخده انهانسمنت او كده، فممكن قوي تطلع بره يعني بره الفيو خالص يعني. فانا بصراحه ما بعتمدش عليه خالص في التشخيص. وبقول لكم الحالات اللي اشتغلناها هي اشتغلناها عشان ريسيرش ورك، لكن انا ادخله روتين في الفحص بتاعي لا. عكس الديفيوجن بقى، الديفيوجن ده يعني سيكونس صغير وقصير بيزود حاجه دقائق على العينه، فالديفيوجن اوكي. انما سبكتروسكوبي مش قوي قوي، لكن بيفيدنا في بعض حالات. فكده ما قلت لكم على حاجه اسمها تريبل نيجاتيف بريست كانسر. هو ايه تريبل نيجاتيف بريست كانسر؟ البريست كانسر كانوا الاول فاكرين ان هو سنجل ديزيز، لكن لقوا بعد فتره لما ابتدوا يعملوا يدرسوا لقوا ان البريست كانسر ده ما هوش سنجل ديزيز، ده مالتيبل ديزيز. حتى علاج يعني ممكن تبقى 2 عيانين عندهم انفيزيف داكت كارسينوما هما الاثنين، والانفيزيف داكت كارسينوما دي اللي متشاله حجمها 3 سنتي ومعاها ليمف نودز باثولوجيكال وليها سبيكيوليتد وليها كل حاجه، بس ده صنف وده صنف على حسب المولكيولر سب تايب بتاعه. لقوا ان بعض الكارسينوماز بتكبر لان عندها ريسبتورز بتستقبل الهرمونات بطريقه غريبه. الريسبتورز يا اما استروجين ريسبتورز يا اما بروجسترون ريسبتورز يا اما حاجه اسمها هيرتو. وبعض الكارسينوماز ما عندهاش خالص لا الاستروجين ريسبتور ولا البروجسترون ولا الهيرتو، هم دول اللي بيسموا تريبل نيجاتيف بريست كانسر. يعني الثلاثه ريسبتورز بتوع الهرمون مش موجودين عندهم. خلاص ايه فكرتهم او ايه المختلفين عن ايه عن بقيه الناس اللي عندهم تريبل نيجاتيف بريست كانسر؟ اولا بيجي في سن صغير، بيجي اكتر مع العينين اللي عندهم براكا جي ميوتيشن. الماس لما تيجي في البريست بتيجي شبه الفايبرو ادينوما. مش عايزه اقول لكم كام عيانه عندي من اللي عندهم تريبل نيجاتيف بريست كانسر اتقال لهم انتوا عندكم فايبرو ادينوما، والفايبرو ادينوما تكبر ومحدش يفكر ياخد منها بايوبسي وتطلع في الاخر ان هي تريبل نيجاتيف بريست كانسر.
تبقى ماس مدوره او مطور ويبقى المارجن بتاعها سيركمسكرايب وشكلها حلو خالص، لكن هي فعليا هي تريبل نيجاتيف بريست كانسر. وعشان كده قلنا لما اعمل فولو اب لاي عيانه والاقي ان الليجن بتاعها بيكبر بتكبر اكتر من 20% من حجمه، لازم تبقى ايه نعلي الفيروس واخد منها بايبس. مش بس كده، التريبل نيجاتيف بريست كانسر سريع النمو وسريع الريكارنس، يعني العينه تشيله وتجيلك بعد كام سنه بريكارنس بالتريبل. فمن مجاميعه يعني حاجه تستحق ان انا ابقى عارفه شكله عشان ما اغلطش فيه. خلاص قلنا بتيجي عينه صغيره، بيجي في اللي عندهم جين ميوتيشن في الفاميلي، او ان هي بيبقى شبه الفايبرو ادينوما وبتيجي بتكبر بسرعه وانسيدنس اوف ريكارنس ايه كمان عالي. نيجي نعمل الايمجينج، مشكله في السونار ان هي بتبقى سيركمسكرايب ليجن في واحده صغيره، ثلاث ارباعهم في الاول بيتشخصوا على انهم ايه فايبرو ادينوما. حتى في الام ار بتدي شكل شبه الفايبرو ادينوما خاص، ان انا اجي ابص في التي 2 ابص الاقي الليجن ده شكله ايه زي برايت كده. ليه بيحصل البرايتنس ده؟ من كتر ما هي بتكبر بسرعه زي بتاوت جرو الفاسكولاريتي بتاعتها، فبيبتدي يحصل فيها بريكنج داون. فشويه البريكنج داون ده يخلوا الليجن يبقى شويه برايت في التيتو زي الحاله الكولويد كارسينوما اللي كنا لسه شايفينها من شويه. خلاص فكده اجي احقن الصبغه، اغلب التريبل نيجاتيف بريست كانسر بيبقى واخد ايه ريم انهانسمنت، يعني الحاله دي من ضمن الحالات كانت متشخصه لانها فايبرو ادينوما. ساعات لو انا احترت فيها بقى في الام ار يعملوا لها بقى السبكتروسكوبي فيلاقوا الكولين بيك عندها عالي، فيقول لك ازود ليه؟ ان انا بقيت واثقه اكيد انها ايه مالجنة. دي احد الحالات اللي ممكن، يعني الحاله دي بقول لكم كانت متشخصه خالص، وحد حتى جه في الام ار قال لا ده انا شايف فيها دارك سبتيشنز دي فايبرو ادينوم، وهي مش فايبرو ادينوم خالص. خلاص الديفيوجن من الحاجات برضو اللي بتساعدنا شويه في التشخيص، احنا مش هنخوض قوي لان ادام ما اشتغلناش ام ار الاصل في، يعني بس ناخد البرنسبلز العامه بتاعته. ما اعرفش حد فيكم اشتغل ديفيوجن ولا لا بقى مع خلاص. الديفيوجن ايه فكرته؟ ايه فكره الديفيوجن اللي ان انا عندي لو الووتر موليكولز دي على طول بتتحرك حركه فريلي موفينج كده، اللي بنسميها دي براونيان ايه موشن. كل ما الووتر موليكولز اتوجدت في مكان في سيلولاريتي عاليه هنلاقي الموشن بتاعها بقى ايه اللي هو بنقول فيها ريستريكتد موشن، ان هي مش قادره تتحرك. خلاص فلما اجي لو كل ما الليجن ده بقى السيلولاريتي فيه اقل كل ما بقى فيه حركه اكتر من اللي كده. يبقى لو جينا من الاول قلنا ان هي نورمالي الووتر مولكيولز بتبقى فريلي موفينج، لو في سيلولاريتي عاليه الموشن بتاعها بيبقى ريستريكتد، ولو في سيلولاريتي اقل بيبقى ايه لو دامج سيلز او كده بيبقى موفينج ايه فريلي. في الديفيوجن بناخد حاجه بنصور العينه بحاجه اسمها يعني هتلاقوا مثلا يقول لك مين كان لسه بيقول لي بي زيرو بي كده بي زيرو دي وبي مش عارفه 50 و 50 دي بتاعه الديفيوجن. بناخد دي حاجه اسمها يعني بغض النظر عن الفيزيكس بتاعها، بس عاده بنصور العينه بي زيرو، وفي بعض الاجهزه بيقول لك احنا يعني اجهزه السيمز يقول لك مش هاخد الزيرو مش باخد الزيرو، بنصور 50 و500 مثلا و850، وكل بيبر والتانية وكل واحد مشتغل بيقعد يختار لنفسه السيكونسز اللي هو كده، بس احنا في الاصل عيني بنصور 50 و500 و850 وبشوف البيهيفير بتاعت الليجن دي بشوف شكلها ايه وهي 50 وهي 800 وهي 500 وهي ايه 850، بعدين اعمل الاي دي سي ماب واشوف بقت شكلها ايه واقيس على الليجن كمان حاجه الاي دي سي فاليو بتاعتها واشوف القياس. فعندي كذا وسيله بقى بحكم بيها، يعني وسيله بالمورفولوجي اشوف هي شكلها كانت منوره ولا مطفيه في البي 0 او ال 50 وال 500 وال 850، فضلت منوره ولا كانت بتطفي، كل ما اعلى بالبي فاليو بتطفي. خلاص بعدين اشوفها في الاي دي سي ماب طفت ولا لا، واقيس حاجه عليها تطلع لي حاجه فاليو اسمه اي دي سي فاليو. هنشوف بالاختصار كده يعني بعمل كواليتاتيف وكوانتيتاتيف ايه ان اسسمنت. الكواليتاتيف زي ما قلت لكم بشوفها في البي 0 لغايه ال 850، لو كانت في البي 0 انترميديت وبعدين عليت وطفت في الاي دي سي دي بنسمي ان هي ريستريكتد ديفيوجن اللي هي كاركتر بتاعت ايه
malignancy. خلاص ده العصر ده. طب لقيت الليجن ده برايت وبرايت وبرايت، دي بيبقى فيها فاسيليتيتد ديفيوجن، ده كرايتيريا بتاعت ايه؟ مثلا ممكن تبقى سيست او يعني حاجه ايه بناين. خلاص طيب، وبعدين زي ما قلت لكم اشوف اقيس الكواليتيتيف بقى، بقيس الاي دي سي فاليو بتاعتها. لو الليجن اس اقل من 1.2 عاده، وفي البيبرز برضو هتلاقوا بعض الناس مطلعه 1.2، بعض الناس مطلعه 1.3، بس الاغلبيه بيقول لك اقل من 1.2 تبقى بناين ولا مالجنت. ما انا بقيس الموشن بتاع، يبقى ايه الريستريك اللي الموشن بتاعته قليله، اقل من 1.2 ده ايه؟ ده مالجنت، واللي اكتر من 1.2 غالبا ايه؟ بناين. بيساعدنا الديفيوجن، بيساعدنا، بس هو عيب ان هو الايمجز بتاعته مش اناتوميكال، يعني المورفولوجي انا مش بحكم على شكلها وطولها، يعني ما اقدرش استخدم الديفيوجن من غير الام ار العادي. الام ار هقدر احكم على شكل الليجن واللي بالكيرف احكم شويه على الفانكشن، ودي وسيله اخرى احكم بيها على الفانكشن بتاعت الايه السيلز اللي بتديني فانكشنال انفورميشن عن الايه سيلز، لكن ما اقدرش اعمل الديفيوجن ويغنيني عن الام ار العادي لاني مش شايفه اناتوميكال ديتيلز ايه واضحه. زي البون سكان والحاجات دي، بتورينا فانكشنال اكتر منها مورفولوجي. هنشوف كده مثال واحد وكده يعني نبقى خلصنا الام ار بقى. يعني الحاله دي كانت هي جايه بالبابل ليجن، وده الماموجرافي بتاعها، وكان انكونكلوسيف. عملنا الام ار، كان الليجن ده، وقعدوا يقولوا ده بناين، ده مالجنت، مش عارف ايه، انا وريته لكم من شويه. خلاص، بس كان معاها بريبكتورال اديما يخلينا نقول ان دي ايه؟ غالبا مالجنت. اما عملنا، وكان الكيرف بتاعها بلاتو اللي هو 50 احنا لسه شايفينها. جينا بصينا عليها في البي 0 والبي 50 والبي 850، بتعلى ولا لا؟ بتعلى، صح؟ جينا بصينا عليها في الاي دي سي ماب، لقينا ما يقابلها اهو الحته دي، هي الحته اللي طافت هنا. شايفين اناتوميكلي صعب، لازم تبقى قدامنا. ده احنا عشان نشوف الليجن يعني ساعات لازم اريفير للكونترست ايمجز عشان اعرف مكان الليجن فين، لان الليجنز ما هيش اناتوميكال، هي بس مجرد منوره ولا مطفيه. فاللي احنا شايفينه منور هنا طافت هنا، هي الحته السوداء دي، يبقى ريستريكتد ولا مش ريستريكتد؟ ريستريكتد. نروح جايين على الحته السوداء ونقيس، طلع لنا ان هي مثلا 0.8، يبقى ايه؟ يبقى مالجنت. هو حاجه سهله الديفيوجن. خلاص، اخر بس حاجه انا هاخدها بقى في المحاضره، هي بساعه كام دلوقتي؟ على بال ما خلص هيكون اذان العصر متهيئ، يعني نقوم نصلي. ازاي نكتب بقى الام ار ريبورت؟ عشان ده مهم بقى. خلاص، لان انا ساعات بيجي لي ريبورتات ام ار، اقرا ريبورت من اوله لاخره وابقى مش فاهمه اي حاجه خالص خالص. ما هو في الاخر عايز يقول لي دي بناين ولا مالجننت ولا ايه؟ قال زي اي فحص قلناه قبل كده، اهم حاجه نكتب الانديكيشن. خلاص، وبعدين نكتب الام ار تكنيك. بس باختصار، مثلا عامله تي 1 وتي 2 اكزيل، وعامله ساجيتال تي 2، عامله ستير، وعامله مثلا بوست كونترست دايناميك، باختصار يعني بيبقى سطرين. خلاص، لازم اوصف الاوفرول بريست كومبوزيشن. واحنا لقينا يعني لقوا ان اكتر حاجات ساعات بتلخبط في الام ار، وكتير منكم انا سكت لما انتوا عمالين تسالين هو دي انهانسينج بارينكما، طب هنا مش سيمتريكال، هنا مش كده. على فكره دي اكتر سبب بيخلي الام ار ساعات بيعمل اوفر دايجنوز، اللي هو الانهانسينج بارينكما اللي هي كانت ملخبطاكم دي. بقوا يعني ناس كتير بتعمل، ولقوا ان يعني حتى في ناس كانوا اجنست الام ار عشان هو السبيسيفيستي بتاعته واطيه، انه بيشوف كل حاجه واضحه قوي، فبيخلي الواحد يعمل اوفر دايجنوزز. يعني الفولس نيجاتيف في الام ار قليل، انما الفولس بوزيتيف بيبقى كتير قوي وكده. وهنشوف ازاي نديسكرايب البارينكيما، وبعدين كلير ديسكريبشن لاي امبورتنت فايندنج اللي احنا عمالين نفت فيها من اول المحاضره. وزي اي موداليتي، لو عندي افلام قديمه لازم اقارن، ولازم زي اي موداليتي احط فاينل اسسمنت كاتيجوري وريكومنديشن فور اكشن. احنا اتكلمنا على بقيه الحاجات، هنتكلم بقى على البريست دنسيتي والكومباريزن والكده، ونشوف كده. يعني بيقسموا البريست دنسيتي زي بالظبط ما قسمناه في الماموجرافي، اي وبي وسي ودي. وفي الالترا ساوند قلنا ايه اللي فاكر؟ هوموجينس فاتي، وهوموجينس فايبروجلاندين، او يكون ايه هيتيروجينس. في الام ار بقى بنقول فاكرين الاي والبي والسي والدي، بس بدل ما هنقسمهم A وB هنقول predominantly fatty أو scattered fibroglandular
او predominantly fibroglandular او diffuse fibroglandular اللي هو يعني هالمشي almost entirely fat scattered fibroglandular heterogeneous fibroglandular او extremely fibroglandular. بس مش هنكتفي بكده، هنبص كمان على شكل البارينكما دي ايه في الصبغه. ولازم اقول له هي واخده مش واخده enhancement خالص، يعني اقسم الانهانسمنت لمايلد ومودريت ومينيمال ومايلد ومودريت وسيفير. ليه بعمل كده؟ زي ما عملت في البريست تنست، يعني لو بصينا على السيفير ده سهل قوي ان انا اطلع 100 ليجن فيه واقول ده فول ويطلع فول سباست، صح؟ انما لو بصيت على اللي هو مش واخد خالص بارينكما هقول ايه؟ هقول لا ده اي حاجه واخده انهانسمنت انا هعرف القطه وابقى متاكده ان دي حاجه واخده ايه انهانسمنت. فزي برضو زي ما كنت ببورق نفسي في البريست دانس لما اقول له ان في مارك باك جراوند بارينكما انهانسمنت، يبقى فحص الام ار ده ممكن ما يبقاش ايه كونكلوسيف قوي. ولازم نعمل كومباريزن للبريفيوس ستادي. ادي احد العينين اللي اول مره جت لنا، دي كانت عينه لاكتيتنج، وشوفوا اللاكتيتنج بريست، شوفوا كل البريست واخد صبغه ازاي. بس طبعا في ديسكريبنسي هنا، كان في ايديما وكان في حته واخده دي بالالترا ساوند. احنا بعتها تعمل ام ار وانا عماله اقول يعني دي هتطلع جرانيولوماتس ماستايتس، خلاص. وراحت عملت الام ار، وعلى اساس الام ار ده قلنا لا دي مش جرانيولوماتس، ولازم تاخد لازم نعمل منها بايوبسي. عملنا بايوبسي يعني طلعت البنت وكان عندها يمكن 24 او 25 سنه، ديفيوز كارسينوما واخده البريست كله. بس شوفوا بقى لما هي لاكتيتنج كل البارينكما هنا واخده انهانسمنت وكل البارينكما هنا واخده انهانسمنت، بس الفرق ان الناحيه دي معاها سكين تيكنينج ومعاها ليمف نودز هنا كانت يعني كانت باثولوجيكال وكده، خلاص. وده شكلها في ده الفات سبريشن وده السبتراكشن. شوفوا السبتراكشن بقى لما بيتعمل مظبوط بيختم ازاي. يعني في الفات سبريشن انا شايفه الناحيتين واخدين انهانسمنت، انما لما نبص على السبتراكشن وعلى الكالر كودد في فرق بينهم ولا لا؟ فبيفرق يعني الفيجوال اسسمنت بتاع السبتراكشن لو معمول مظبوط احسن حاجه. لما بصينا في السبتراكشن لقينا كده وقسنا الكيرف عليها، الكيرف ماله واش اوت كيرف، خلاص. العينه دي كانت صغيره في السن وعندها المنظر، وقلت لكم اللي عندهم ايديما جامده ما ينفعش خالص ان الجراح يفتحهم على طول. فراحت هل دي هينفع لها كونزرفاتيف سيرجري؟ ما تنفعش خالص، فهي ماستكتومي بس الجراح عايز يشتغل وهو مرتاح، فقالوا لا دي تاخد نيو ادجيفنت كيموثيرابي. شوفوا بقى فايده عملنا لها فولو اب للنيو ادجيفنت كيموثيرابي، ما زال البريست فيه ايديما وما زال فيه بقايا من الماس، بس الفرق كبير قوي في ليجن زي ده انا ما اقدرش اقيسه. لو انا كنت بعمل فولو اب بس بالالترا ساوند والماموجرافي وكده ما اقدرش اقيسه، هو ملوش مقياس، دي حاجه واخده ديفيوز. فلما هيجيبها لي في الفولو اب هو ساعات بيجيبها بعد السكند سايكل يقول لي انا عايز اعمل اسسمنت اللي بديه ده نافع ولا مش نافع، عشان ممكن يزود لها حاجه او يغير لها حاجه. بالام ار انا اقدر اقول له اه والله ده اللي انت اديتولها ده نافع ونفع، وكمان لانه الماس نفسها بقت شبه مش موجوده. يعني لما نقارن الصوره دي بالصوره اللي هنا شايفين الماس كانت واخده قد ايه، ونوع الانهانسمنت هنا ده ايه، ماس ولا نام ماس ولا نام ماس ايه ريجنال وهيتروجينس، خلاص. لكن هنا طبعا حصل ريزولوشن، السكن اللي كان تيكند قوي قل وكده، وحتى لما قسنا لها الكيرف كانت الكيرف بتاعها بقى رايزنج. لا دي اخذت كيموثيرابي، ده بعد الكيموثيرابي. لا هو سمبل وانا حديها من غير ما نعمل بايوبسي، لا حرام عليك، لا عملنا لها بايوبسي وطلعت مالجننت. سمبل باستايتس ده لو كنت عملت لها بعدها ب 10 ايام ولقيته راح، لكن ده بقى لا اخذت كيموثيرابي، لا ده بعد ال. وزي كل حاجه هندي نفس البايراتس كاتيجوريز، بس في الام ار ما بنقسمش البايراتس لاي وبي وسي، الام ار بايراتس 4 بس، يعني الفور ما بتتقسمش اي وبي وسي، بس هو ده الفرق بين البايراتس في المامو والالترا ساوند وفي الام ار. ناخد راحه بقى نقوم ادن ولا ما ادنش؟ طيب مخكم وتعبكم ولا لسه؟ انا عايزه اخديكم محاضره خفيفه شويه اللي جايه.